أحمد علي عبد الله صالح يعود للواجهة ويقتحم مفاوضات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، فلنشاهد التفاصيل. على خط أزمة تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة بموجب اتفاق الرياض وسط تصاعد الخلافات بين قيادة مؤتمر الخارج، وقالت المصادر إن الجناح الذي يقوده سلطان البركاني طالب برفع العقوبات الدولية المفروضة على نجل صالح كشرط لمشاركة مؤتمر الخارج في الحكومة التي تعثر الإعلان عنها وفقا للمصدر. وأضافت المصادر إن الرئيس هادي يحاول سحب البساط من تحت أقدام جناح البركاني بالتحالف مع بن دغر ورشاد العليمي، وأشارت المصادر إلى هادي يحاول فرض أسماء في الحقائب الوزارية خصصا للمؤتمر كونه رئيس الحزب هو ما يرفضه جناح البركاني. وأكد القيادي المؤتمري أحمد عبيد بن دغر أن قيادة الحزب طالبت بتطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري لاتفاق الرياض قبل إعلان الحكومة. وقال بن دغر وهو أمين عام الحزب المؤتمر المؤيد للشرعية اليمنية أن قيادة المؤتمر حتى هذه اللحظة مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض قبل الإعلان عن الحكومة. وأضاف في صفحته على فيسبوك إن هذا ليس مطلبنا فحسب، بل إنها التزاماتنا المشتركة منصوص عليها في الاتفاق وآليته الموقع والمتفق عليها، ولفت إلى أن عدم الإصرار على تنفيذ الاتفاق كاملا غير مجزأ وغير منقوص كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها يحمل في طياته مخاطر قمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن وعلى المنطقة كلها. ووضح أنه أبلغ الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف والسعودية والمجتمع الدولي رأي قيادات حزب المؤتمر حول هذا الجانب، وأكد أن المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل الحقائب الوزارية ليست إلا محاولة أخرى نخشى أن تكون الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جبهة الشرعية التي تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليا من المشهد السياسي ونحرص على بقائها حرصا على وحدة الوطن. وفي وقت سابق أكدت مصادر رسمية أن الإعلان عن التشكيل الحكومي المرتقب ما زال متأثرا رغم توصل الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفاهمات مبدئية بشأن توزيع الحقائب الوزارية بينها.